ايوه مرجان بيه، سعادتك فين؟ اصل في لجنه طبت على الشركه بتراجع على اوراقنا ودفاترنا. فين اذون الاستيراد المال بتاعت مصنع الحديد؟ حضرتك سعادتك ثانيه واحده، كل حاجه موجوده حضرتك، كل حاجه موجوده. لا اسمه الجداوي حضرتك. لا لا شكله ماسك جديد وشهاده غربال علينا جامد. لا ده بالذات ملوش دي حضرتك، بس دخلته كده مش حلوه. اهلا استاذ جداوي. اهلا 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 اهلا، ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن، اتفضل. اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ، اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا، اهلا بيك، شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيده زينب، شلاه ام هاشم. شلاه ام هاشم، انا دايما اصلي جمعه هناك. السيده زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6، يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك علي يمين. انا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40، ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مستعجل الحكومه دي، مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه، الوضع ده يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. اي أيوة والله جداوي 3,000 جنيه، وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نوتي ما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عد فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف.
هما ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري مصيبة الدروس الخصوصية كارثة والله كارثة فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركة اقتصادية محترمة، أوراقها محترمة، مفيش غلطة واحدة. يا ريت كل الشركات تحتوا هذه الشركة عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربية الأستاذ عدي الجديدة وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا أنا برضو؟ لا أصله كان عايز يركب عربية 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان أم حسن. بس الواد عدي ده مرزق، وش السعد. كنت في العراق وأم ولدته هناك. رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا، يقول له هلا زباله هلا زباله. الرئيس صدام حسين يقول له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن، امال رحمه جت ولدتها هناك، سميتها علياء. الملكه علياء اضطرت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه، انت بطاطه انت بطاطه. عملنا برضه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه. ايه ده؟ انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا اونك؟ العميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. بابا يا دكتور، فرصة سعيدة جدا يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. بابا إيه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان أنا ابن حلال وأم عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء أختي. آه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضرة. الأمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا أختك اسمها إيه؟ علياء. علياء آه. بقى أنا أدخلها جامعة محترمة وأدفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعها روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. أه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضه؟ أه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا ضيعة؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة حضارة. هي فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه.
علياء بنتي من النوع النفساوي شوية، أي نسمة هوا تأثر فيها. رقيقة كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمة تقوم مفزوعة من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشة، أروح حاضنها على طول وأقعد أملستها على شعرها، تهدى وتبقى زي الغريبة. أنا بديك صورة بس يعني، زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقة ويجيلك رعشة، أروح حاضنك على طول وأقعد أملس على شعري، هتلاقي نفسك زي الغريبة بالظبط. أودي بديك صورة يعني مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتورة بتاعتك، هي أختك هتطير. سوري دكتور مايكل، you don't have the right to speak to her that way even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down please, we are not here to fight. We are here to discuss. هي الخناقة دي عشان ايه؟ عشان عليها ابا امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا عليها، ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No. انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتورة جان بتاعتكوا دي كانت متجوزة مين؟ اتجوزت ايهاب والدي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليل. معقولة يا بابا ما تعرفش ايهاب والدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا؟ ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده في خشبة كده. ايوه ده ليه مقطوعات معروفة جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب والدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت تاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعة. لو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعة. ده عارفه بتاع الكوره. بابا حاتم جمعة ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر، هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات، حزين عليه يعني. لا هو مات راخر، نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحة الوحيدة اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصية دكتورة جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتورة جيهان لما بتسمع الكلمة دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا، تديني انا دروس خصوصية. النهاردة هنعمل تجربة ديمقراطية صغيرة قوي، انا عايزاكم تقولوا رأيكم فيا بمنتهى الصراحة وتأكدوا ان انا هقبل آرائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله يعني. انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين وغمض عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ كرا يا اخ محمود الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتله دي، ما فاضي ما فاضي انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجراج كاتبه لي انا شيخ منصر وحرامي يا حسن. انا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعالى يا اولاد تعالى اقعدوا. ايه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في ايه؟ بابا كلامي المكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعة بيطلع عندنا في الكلية. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتورة جيهان. ايه حكاية الدكتورة جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتورة جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ بتشتغل مدرسة ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفية؟ اسمعوا يا اولاد ابوك زي الفل، انا صخ سليم، انا احط صباعي في عين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجة.
يلا اسكنوا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعه ناقص انا صوت الجامعه كمان. واي واحد قاعد فاضي ما وراهوش حاجه معاه ورقه وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن، يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه، ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن، البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. أنا هرشح نفسي في مجلس الشعب. من أجل الشباب، من أجل الأجيال الجديدة، برشح نفسي إني أكون صوتكم، صوت الشباب اللي أخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل إيه بكرة، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم إنك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهورية. مش بس تحلم، لا ده أنت تشتغل وتخطط على كده كمان. ايتها الجماهير العريضة، ايتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من اجلكم انتم ايها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ انني ارى جحافل امامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من اجل مصر وليس من اجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم أن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوستفندي. اليوستفندي مهم للشعب المصري، في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم أنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها الجحافل العظيمة، أرجوكم لا داعي لهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن فين الدائرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده أصل أنا واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جهان مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجهان مراد ومحدش عبرنا. انا خصم شهر لكل واحد. هتفرج ان شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي ابني، هو قايل لي انا هجيب صحابه بتوع الجامعه وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ انت مأكد عليا الصبح. اصل هو والانسه علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جهان مراد؟ ايوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جهان مراد. ايوه سعادتك. على فين؟ انا راي عند جهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره جهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره جهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره جهان. بابا ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره جهان. بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش، يجي اليوم انا اشوف ولادي يهزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضاره. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا اخ عدي ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس اما نروح البيت ليلتكوا سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، ونبي خليك انت في حالك، انا هفوقلك بعدين. يلا انت وهي. يلا انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي. يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شهاب. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات.
ما تسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجة الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايرة وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزورة. شوف الواد ابن الكلب بيقول ايه. احنا جامدين قوي. انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا، ده عشان دكتور جيهان. ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات، ومش فرحانين عشان ابوكم بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ بكرهاكم فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت، الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي. القضية مش في الحب خالص. امال قضية ايه يا ست علياء؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا، بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخصوا ثروتك، مشوه صورتك شوية. طيب نقوم نصدق الكلام ده ولا نكذبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة. طيب ما هو الشجرة المتزهزهة الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجة بصراحة، يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بوداننا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، دكتور جيهان مثلا. ما يخرب بيت الدكتورة جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتورة جيهان. أنا اشتري 20 زي الدكتورة جيهان دي بفلوس. لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن إذنك. تعال هنا رايح فين؟ أنا لسه ما خلصتش كلامي، ولما أتكلم تقف تسمعوني للآخر. حاضر، اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طول ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتناسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون. الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير. السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير. الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كله على بعض 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي،
ناخدها واديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار ابياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة قوي برضو فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ الا الرضا في القلب. معروف مش هنقعد هنا بقى طول الليل. راجع بقى الحلزونة وحساب السحرة بعد. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا. طباعة زي الفل. هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك. أعمل إيه؟ المصانع والشركات. إحنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، إحنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبة. العيال دي بتفهم. الحلزونة جوه؟ موجودة سعادتك. طيب. اشتري كل النسخة يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجة؟ هو في مشكلة كده سعادتك. لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعت إنذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وأنت ما بتحضرش ولا جلسة. الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا إزاي إن أنا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما أنا ممكن أحضر وما أطلعش برضه في التلفزيون. الأستاذ ممدوح نصر. مين؟ الأستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين الجلسات مجلس الشعب قاعد في مكتبي بره. شارب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فأغضب. أيوة حسن. شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وأنت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. أنتوا بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاي من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد 2 3 أيام قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي.
تيجي بالي الاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا اخوانا. في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. معالي الوزير والله هو كله اطرح يولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. يا سلام. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله يا ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم. هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة اوصف لك قد ايه كنت فخورة وانت بتاخد الجايزة. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني انا عايزة نسخة تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخة اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة. كل النسخ نفذت. أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي. طب ما فيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضو الحمد لله. أنا بس يعني عايزة أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا علاء يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي. أنت تعرفها؟ آه بروح هناك كتير أحضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ إمبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة. طب عايزة أقول لك إن إحنا محضرين لك مفاجأة. إيه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث. دي مهزله. ايوه انا عايزك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيها يا دكتوره. الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين من مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي، والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم استاذ الشعر العربي ورئيس قسم الادب المقارن
وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. أيوة بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية محدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن يقول دي حاجة بسيطة كده تبحط في صوابك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر ان انا بقروسك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطان انا دخلتك مكان زي ده. خلاص تغش فقر. واني لاترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرا لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب اذاننا. بسرعة يا لطيف، ده رايك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمه حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذة ودي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرتضى. اتفضل. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرتضى، اتفضل. استاذ مرتضى، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال الحكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده.
انت بتكلميني وكاني راجل فاشل. فكر ايه وثقافه ايه؟ بص يا دكتوره، انا مشاريعي ماليه البلد وبتشغل ناس وفاتحه بيوت. التخت اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعه دي انا اللي موردها للجامعه. كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان، المايه اللي بتشربوها ميه مرجان، الحديد اللي شال الجامعه حديد مرجان، الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في ديوان ده؟ لا يا سيدي ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتكروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه وميريت ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا. والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده يعني. تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع يا حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين ويقعدوا يسالوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ انا هاخد الشهاده من هنا ومن نفس الجامعه بتاعتهم. انا سعيد جدا بهذه الزياره. هو برضه سيادتك في حاجه بالنسبه للاولاد؟ هم اشتكوا من اي حاجه؟ لا لا لا، المشكله مش مشكله الاولاد، المشكله مشكلتي انا. بس قبل ما نتكلم في اي مشكله ده شيك مني كده بالمبلغ على ما اقصهم لتجديد مباني الجامعه. ده شيء كتير. ده كلام زياده والله. اخباري معامل ايه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيك مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجبي؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك أنا بحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا أزرع حوالين حرم الجامعة أشجار وجناين عشان الأولاد يستكشفوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. أنا لساني يعجز عن الكلام. أنا أشكرك جدا يا مرجبي. أنا نفسي أعمل لسيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مرجبي. أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي. أنا نفسي أخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة. ده من دواعي سرورنا. ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذة ملتحقة بها. هو بس في مشكلة صغيرة. الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية. هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط. انت بتتكلم في ايه يا مرجبي؟ هي في الحقيقه مش ثانويه عامه، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سياده الوزير يا فندم. نكلم سياده الوزير. انت فادت لي في المثل دي مساله بسيطه جدا. طب
طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. انا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامه الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمي اثناء الكتاب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. عن اذنك يا دكتور. شريف، قول لي يا ميه. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا يا طنط ماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا اصل اول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضره مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقه الاسئله. امتحان ايه واحنا لسه اصطبحنا ومتضر للنار كده على طول؟ ايوه. اصل يعني لمؤاخذه انا لسه مستجد ومسخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. احنا مع بعض مهاميه. ها نشغل بعض شويه وانا تحت امرك في اي خدمه يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هديه مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقه عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان اوبن بوك. اوبن بوك ازاي يعني؟ بس ما احنا بصوا في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني ما اسمح لكم كده انكم انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو. نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهاردة زرنا النبي هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين؟ أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سراني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش وبعدين. أنت متأخر ربع ساعة على المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهاردة في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا قبله يعني عشان ما تقولش. وانا مش قبله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همدلك الامتحان ربع ساعة. مش هيبقى تبدلي الامتحان ربع ساعة، لا ده كوسة بقى بصراحة. اسمعي لا بقى ده كوسة بقى. كوسة أنا مش كوسة. هنعمل بقى شوية كل واحد يعمل. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده ربع ساعة. يا مرجان أنت بتعمل إيه؟ فضلات. بابا أنا سعيد جدا إن أنا شفتك هنا النهاردة، برافو. عدي ما تكلمش حد. Thank you.
مكتوب وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت أبلة حاجة زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش أبلة والورق كله بيتلم اخر محاضرة. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم الجي اللي هي جمجمة والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم ما انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هما مين دول ما انت مين؟ تامروا عليها. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان خليك كول. الله ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وافتح له الدي. يا ده عمال تقتل مع البنت من الصبح ومحدش مالعين. يا بابا حرام عليك ما ينفعش كده. انت خالص مفيش دعوه خالص. بابا حضرتك مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. انكل حرام يا انكل توسو ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقنت مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزين اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزين اكبر الجي واروق دي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما احنا كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. مورجان اضرب بيد من حديد. ما فاضرب بيد من حديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره اطلع بره اطلع بره بقى. قادر بيكول بيكول. صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليها النعمة بحسين. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي. هو مدلوع عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم ان انا حبيتك. انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. امال ايه ده يا دبور؟ دي خبور. تديني خبور يا دبور. كابكونيلك مزاج كل زي القشطة. لا 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 يا مورجان دي تبع عدي. عدي ابني. ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ جايز لخبورة دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا داري بحاجة. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا ولا جيت تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بنت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لامن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. مورجان احمد مورجان proceeds to the dean's office. يا استاذ مورجان في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيانت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري والله. ايوه
وممكن كمان يرفع عليك قضية تعويض بسبب الأضرار النفسية اللي سببتها له قدام زمايله. بس أنا بقى أقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والأخ تامر المجروح عايز مني إيه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وأنا شافه بأنت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجة عجيبة والله مش فاهمة. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. أمال بيحبها حب إيه؟ يا عمك علياء دي أنتمتي. اعترف الواد أهو، ما أنتم مع علياء. يا ابني ترضى إن أنا أنتم مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمة أنا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا أنكل في النهاية ده قرارها هي. التربية والأخلاق أهم مليون مرة من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هما ما أجرموش يعني. لا يعيب الطالب أو الطالبة إنهم في قليل من الأحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقوقوا علي أنا غلطان. دماغك يا ابن بوسة. دي مش جامعة، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخمور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان أحب أقدم لكم الأخ مرجان أحمد مرجان، عضو جديد معانا في أسرة نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي الأخت باكينان، زميلة معانا في الكلية وعضوة هنا في الأسرة. وعرفت إزاي إنها الأخت باكينان؟ الأخت باكينان بتدي دروس دينية لهداية الطالبات في الجامعة. اللهم أرضى عليكي، اللهم أرضى عليكي يا أختي باكينان. انما اخ محمود ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوز ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين ودي تفرق ايه؟ السلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت على اخر الزر مش عارف ارافيك ويلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم هو نعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغلي كله وعدتكم في الجامعة، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا. خلاص اليغمة اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البنت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. تطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها. لا انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. بابا 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 ب
بيتكلم عليها تاني هقطعها. الو يا مورجان، ما تيجي تزروط الجي وتلايط الضيق في ماسوره نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. هاي هيثم. هاي بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات، بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. تعالي تعالي. هاي هاي. ابوك بيشتغل ايه يا دبور؟ حرامي. حرام؟ سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعه. عندكم مزرعه؟ سجن المزرعه واخد 15 سنه. امال انت بتصرف منين؟ إيه؟ فلوس ابويا. انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ ده الشيك انكل بابا هيثم. معاه في المزرعه. وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده قول لك أبوك بيشتغل إيه؟ فلة. صباح الفجولة، اخبط دي. إيه دي يا دبور؟ أكسس مدعيش. أكسس إزاي يعني؟ ما هي ليلة كول زي دي، عايزة باور يا مورجان عشان تخش في المود وتبقى بويس دي بو. أب إيه؟ اوعى تكون بتنام يا دبور، انا عندي محاضره الصبح مع جان مراد ودي حطاني في دماغها. تفتكر لنا حاجه عايزها يا مورجان؟ بلاش تفصلنا على الصبح، الحبايه دي هتخليك ملك ولا ضبط على الدكر في موسم التزاوج. وبعدين يا مورجان انا استحال اذيك، انت انتيمي. انتيمك ازاي؟ ما تعترم نفسك يلا. مالها دي؟ مالها دي يا دبور؟ ماكسسه. مالها؟ ماكسسه. ماكسسه؟ بتعمل كده ليه انت؟ ماكسس. انت كمان ماكسس؟ انتوا الاثنين ماكسسين؟ مش معنى انا مش ماكسس. قلقتني عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضره، ممكن مفتاح عربيه؟ شيواوا 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 شيواوا. رحتين يا بابا؟ تابعنا في المحاضره هنا. هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية. ¡Gracias!
بتعمل ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ بوس الواوا. اتفضل اطلع بره بره. بس كنت هايل بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا، الساعة 5 الصبح. خير ساعتك فيه؟ مش عارف اذاكر يا حسن، عندي امتحان يوم الحد شفوي، مش فاهم ولا كلمة من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكل وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. وساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف، حتى اسم المادة مش عارف اقراه. هو اسم المادة كده كلمة مقلبزة وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص بالتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحى بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. الدكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، دي فرصة سعيدة. أهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. أهلا وسهلا. أنا ما أحبش قعدة المكاتب أصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا. اتفضل. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا 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 بأستاذنا الكبير. أهلا وسهلا. طفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. تسمح لي بإيدك؟ تسمح لي أقبل يداك؟ أنا دائما أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك 800 دولار. 800 دولار؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي 800؟ الله. عندك أولاد؟ أربعة. أربعة؟ و800 دولار؟ تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Dismiss! دكتور اسماعيل، أنا متأكدة إن النتيجة فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. أنت بتشككي في إيه يا دكتورة جيهان؟ عملية التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقة والشفافية. الراجل ذاكر واجتهد، وأنا امتحنته بنفسي، ومش أنا لوحدي بس، في أستاذين غيري امتحنوه وادوا له نفس التقدير. أنا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتورة جيهان، النتيجة طلعت واعتمدت خلاص، وأرجو إن الخلاف السياسي اللي بينك وبين الأستاذ مورجان أيام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. جاكوني لف خبيركم، مش مكسوفين من نفسكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية، وحضرتك صاعد في مادة، وأبوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا، انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. وش معنى انا؟ ما انا مرخوم في 60 حاجه، خايبين وساقطين، قولوا لي اجيب لكم مدرس خصوصي اشرح لكم انا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه. وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه بتدي 10% اعمال سنه، وانا ما اسيبش فتفوته تعدي منه ولا درجه واحده قد كده. ابو تعالى اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم يا حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لاين مان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد،
هناك نجم جديد رائع قادم، مورجان أحمد مورجان الملقب بمورجان أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف. نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم. ماشي واشرب الخارج الحلوة وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. إيه ده؟ إيه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار أبيض؟ إتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعه يا ابني روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3 لا شيء لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين. احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض. ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله. جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. برأسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون. مفيش رايح مفيش صفارة. ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا يا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين. ايه ده؟ بوكس شمال. يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان. ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع. ماشي من ناحية شمال أيثم دبور. 3-3. هيلعب عرضية. هي دي. هوبا الله الله يا مورجان. بكعبك يا مورجان يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعة يا مورجان روعة. مورجان أحمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا ربنا وفقنا وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه. واحنا عملنا اللي علينا واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر. واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها. وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان. يا جماعه دي اول مره جامعه بتاعتنا تاخد بطوله. دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ انما حاسس اني عامل دماغ رباني. بدي مرهاني لما انتمى مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي ما انتمى مع وائل. البنت دي ما بتهملش ابدا. الله مش دي نورهان اللي مانتمى مع عدي؟ ما هي نفضت له ودلوقتي مانتمى مع محمود رئيس اسره نور الحق. هي من فوق مانتمى مع محمود من تحت بقى مانتمى مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس لما اجاز لك ان تؤثري هذا الوقت الذميم على ذاك السيد العظيم. هايل كويس قوي يا نادر كله ماشي مظبوط. المهم من اول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اتفضل يا استاذ مورجان.
اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل حضرتك. من عناية يا دكتور. فضل. يلا بالتوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. اه انت هتقول الجمله دي. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ لا مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط فده مكنون الشخصيه. كل ده في الجمله دي؟ بس انت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحه اللي هناك دي الكالوس ده. أيوة. هتقف لحد مدير خشب مسرح هيقول لك اتفضل. هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ دي دخلتك. ازيك يا سيد العظيم؟ طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد وقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحش في المع. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك قول له انت. هو بيقول لك. جائزة أحسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان أحمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! 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 أحسي مدام مرجان! اللي يحل الحضارات! اللي يحل الحضارات! اللي يحل الحضارات! إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر. محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استراح هنا اصل ما بحبش قعده المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود. اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. انا نسيت ده احنا في رمضان. صحيح رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي ايمانك. انا بحب الشباب المؤمن. انا عايز اشتكي لك. مصاريف الجامعه بقت كتير قوي. والله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعه دي. بتعمل ايه في حكايه المصاريف دي؟ انا الحمد لله داخل الجامعه بمنحه تفوق. منحه تفوق. انت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين البصراوي؟ بصراوي دي فين؟ دي ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. والحتتين دول فين يعني؟ في امبابه. في امبابه عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حوده. اخواني
لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، 300 فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي، هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فيلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة، نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقة مطاعم، مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعا احنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده انا عامل لهم شو دوبليكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهليهم على الديسكوهات، انا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت علينا وإشرافنا، المانع. وإيه ده؟ ده حاجة لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضو عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة، يعملوا المظاهرات في الشارع. نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ويبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس إيه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. أنتوا هتدفعوا 200 وأنا هدفع 200. أيوة بس الجامعة هتدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانية ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا، بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. يا مرجان بيه الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجه، المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنه واحده، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي هتتعمل، يعني كل حاجه هتبقى تحت عينيك. انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتصدر المشروع ده، مش هنقبل باي حال من الاحوال ان الجامعه تتورط في صفقه مريبه وحقيره زي دي. كلنا معاك يا دكتور. لو الصفقه دي تمت كلنا هنسيب الجامعه، لا للسمساره، لا للعمولات، لا للفساد. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا. لا Oh.
عقل من ولا شفت في مصر عقل من قال ودي دقن النمسك وحد جعان حد جعان. لا لا مرجان لا لا اه مرجان اه لا لا مرجان لا لا اه مرجان اه لا لا مرجان لا لا اه ايه اللي غيرك يا محمود؟ قول لي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيلة يا دكتور. بعت نفسك هو ده الإيمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربية اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الأخ مرجان أحمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتورة بلاش تلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوة اشتراك زي ما اشترى كل حاجة في البلد. من فضلك يا دكتورة أنا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خسارة، كنت فاكراك عندك مبدأ لكن طلعت ولا حاجة. اتجاهكم مين يا نهى؟ ما تروحوا تلوموا نفسكم. ما تحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع؟ انت في الحرم الجامعي. يلا امشي من قدام يا سعاد، امشي امشي امشي. يلا عودة. الجيل الجديد ده مفيش حاجة عاجباه أبدا أبدا. نعم يا أستاذ مرجان خير. هدية بسيطة كده حاجة على مواسمه. بمناسبة إيه؟ أول عاشورة، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. وجايب لي إيه بقى بمناسبة عاشورة؟ ده طقم ألماس عشان الرقبة الحلوة دي بدل الفلص اللي انت لابساها. اسمع مرجان، تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. أنا آخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. فضل اطلع برا برا. مرجان بقولك ايه؟ ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفين وحدفك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيش يا حبيبتي انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا، مرجان طالب عندي بس لسه في سنة اولى. برافو، هايل حقيقي هايل، ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيش حبيبتي يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما بحبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ ايه ده بس؟ اقعد الكلام اخده وعطى. اقعد اقعد يا استاذ ابراهيم اقعد. هو انا عايز جهان في حاجه كده ولا كده؟ لا سمح الله، انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد يا ابراهيم اقعد يا ابراهيم، الكلام اخده وعطى يا حبيبي. اقعد ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي اقعد. بس انت عليك حاجات، تعال نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي، اسف لا اقبل. لا انت هتقبل، ما هو برضو لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنة هناك تعمل لك خميرة حلوة وتيجي هنا تعيش ملك. وحشة دي يا ابراهيم؟ دي يا ابراهيم عايز حاجة يا مرجان؟ إبراهيم بيسلم عليكي. إبراهيم مين؟ إبراهيم خطيب. ده طلع الراجل لطيف في شكل. أنتوا بتشوفوا بعض؟ لا أنا أصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. إبراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا ما هو أصلي وصاني كمان إن أنا آخد بالي منك وسايب لك الدبلة دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك.
اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني. حضرتك الدكتورة شهام مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد؟ كل الورد ده كله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ ميه يا فندم، في حاجه؟ هات لي ميه من الحنفيه. تحت امرك. اتفضلي يا فندم. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب، وعندي رسائل كتير. رسالة جات لي أكتر من مرة، مرجان بيحب جيهان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. انت عايز مني ايه يا مرجان؟ عايزك. انت قلت لي الكلام ده قبل كده، قلت لك لا. انا فيا ايه مش عاجبك؟ ايه العيب اللي فيا؟ عيبك انك انسان فاشل وفاسد، واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300-400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانيه كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق، يا اما يشحت، يا اما ينتحر. والحكومة عارفة ده كويس. اوعي تقولي لي ان الحكومة بتدي له المرتب ده ومش عارفة هو عايش منين. انا منحاز لاصحاب الدخول المحدودة يا دكتورة. انت طبعا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت، بس انا بفهمك الدنيا ماشية ازاي وبعلمك الحياة. مش كل حاجة هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجة، انا موهوب في الحكاية دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان المادة بتاعتي الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك معرفتش اجيب اسئلة الامتحان. يعني ايه معرفتش تجيب اسئلة الامتحان؟ امتحان تلمه في الجامعة بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام لحبايبنا كل سنة. سعادتك دكتورة جيهان حطها على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل سعادتك، بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن هنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو انا في دماغ الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصارة مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعة. كنت برشامة حسن. استغفر الله. بتكتبش ليه؟ لا اصل انا احب افكر الاول وبعدين اكتب. يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقه دي ان شاء الله مليانه على الاخر باذن الله. ان شاء الله. شد حيلك. ربنا كريم، كله على الله.
في ايه؟ برشام؟ لا ده حجاب كانت أم الله يرحمها عاملهولي لما كان عند الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. انتوا هتفرجوا عليه؟ خدوا على مكتب العميد. اتفضل انت بتحاول تحقيق. قوم. بيوتيفول. يلا كل واحد يبص في ورقته. اتفضلوا. نعم جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الاخلاق. خالص يا بابا احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. انا مش عاجز، مش محتاج مساعده من حد. انا لو عايز انجح انجح بصباع رجلي، انا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك انت بس، عشان احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي انت وهي، انا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وانا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الاول. اتنقلوا انتوا فلاحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجه، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحه بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليا لو جرالها اي حاجة هيبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي ثمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، وزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غيركم أنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، فلوس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي، بس انا مسامحك وهشرفك لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر وهنجح وهشرفك.
بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروقي الدي. عشان خاطر يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هدى بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل. ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال الاجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري، ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا بابا. مبروك يا بابا. مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صايع؟ ناجح يا بابا، ناجح. ايه؟ انا نجح، انا نجح. برجان احمد برجان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. انا ذاكرت ونجحت. انا قبل ما اخش الجامعه كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت انا حاسس ان انا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافه والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتوره جيهان مراد. ايه ده تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكه. الشبكه